السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله حلقة على ازاي نزرع نبات الريحان. نبات الريحان من النبات النفاذة، ريحتها حلوة قوي وبيستحمل اي جو وبيستحمل الشمس المباشرة وبيستحمل العطش، بس برضو العطش بيخلي الشماريخ بتاعته تدبل بسرعة. النهاردة إن شاء الله إيه، هما في طريقتين للزراعة. الطريقة الأولانية اللي إحنا هنفصل الرزق دوت من هنا، من قلب هنا هنزرعه إلى إيه، عملته ايه الاربعة ده كان جزء، ده كان في حديقة، كانت ما شاء الله كانت نبتة جامد قوي، فانا اخدت ده ايه، قلت عشان ايه اعلمكم ازاي نزرعه. هو زرعه سهل قوي زي ما قلت لكم كده، احنا ممكن ناخد ده نطلع الشماريخ ديت، دي اسمها شماريخ، دي اللي ريحتها حلوة اللي بتعمل الزهر ديت. لو مسكنا النبات، انا هعمل لكم خلفية بيضة عشان تبان واقرب لكم شوية. الشماريخ دي ناشفة، ماشي؟ لو احنا عملناها كده كده باين، لو احنا عملناها كده بيبان ال البذر بتاعها، شايفين باين كده؟ هو الاسود دوت هو ده اللي هيتزرع. خلاص، كل ما نفرك الشماريخ كده هيطلع لنا ايه اللي هو البذر دوت. اعمل واحد تاني قدامكم، هناخد بس اهم حاجه ان الشماريخ ناشفه، يعني ده ناشف.